صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفل، صباح كل حاجة حلوة عليكي يا أمي، يا أختي، يا صاحبتي، يا جارتي، يا بنتي. حلقتنا النهاردة بتقول عن واحدة مسكينة بتتعذب كل يوم من جوزها. تعالوا نشوف المسكينة الرقيقة طيبة هنونة بتتعذب ازاي. اهلا بيكي معانا يا سمسمة. بجد ده انا متمرمط، معذبني ومرمطني بجد، ده مش راجل، ده وحش كاسر بجد، انا مش عارفة اعيش معاه. انت ازاي مستحملة تعيش معاه كده؟ احنا بنوجه رسالة تاني لكل راجل، لو انت مش عارف تحافظ على بنت الناس سيبها، هي هتعرف تعيش من غيرك. وانتي انت عايشة معاه ليه؟ مش عشان تاكلي؟ روحي بيت باباكي كلي ورقمة ولن عشرة. بجد اللي بيحصل ده كتير. الجبار كسرني ودمر نفسيتي من غيره. معانا الأستاذ حسام زوج المدام سمسمة اللي كانت معانا في أول الحلقة، والمحللة النفسية دكتورة سلوى. أنا ضحية زوجة ديكتاتورية مركبة كاميرات في كل حتة في البيت. أنا مظلوم، وشوفوا الفيديو ده. حسين جهز لي النسكافيه وهاتولي برا. النسكافيه ما جهزش ولا ايه يا حسين؟ اتفضلي يا حياتي. يا حسين غسلت المواعين ولا لسه؟ مليت الميه؟ طب اغسل لي الهدوم وانزل اشتري الخضار من تحت واجهز عشان احنا رايحين مشوار. سيد انت ما بتسمعش كلامي ليه؟ دي مركبة كاميرات في كل مكان في البيت، انا عايش في رعب. ايه تعليقك يا دكتورة سلوى على الكلام ده؟ اختصار يا استاذة ملك، كل اللي بيحصل ده بسبب التربية والاهل، سبب ضغوط نفسية وهم اطفال، وسبب عوامل وظروف محيطة بيهم. اجي الحاجات دي لازم تتاخد بروحها يا استاذ حسين. اعمل ايه؟ انا خلاص مش عارف اكمل معاها، انا خايف اروح دلوقتي لا تموتني، ما تروحنيش ارجوك ما تروحنيش. اهلا بكم من جديد معانا عالمة الفلك الدكتورة هناء. قلنا ايه توقعات الابراج الاسبوع ده؟ هنبدأ ببرج البصلة. برج البصلة بتوافق مع برج ايه؟ برج البصلة لا يتوافق مع برج الجحش. برج الجحش بيرفض، اما البصلة لا، ما لانها ملهاش رجلين ملهاش اي وسائل دفاعية. برج البطة بتوافق مع برج الليمون. برج الموزة بتوافق مع برج ايه؟ برج الموزة بتوافق مع برج المقش. برج الفرخة توقعاته ايه الاسبوع ده؟ برج الفرخة بتوافق مع برج الكرسي. اللحظة اللي احنا نازلين هبد 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 من الصبح، لازم يكون فيه هبد لان احنا فريق اطفال مجانين. يا ماما صباح النور. صباح الورد. لا بالأول بجد انا بتعذب، دمرتني. كسر الجبار كسر لي نفسيتي. اعمل ايه دلوقتي؟ انا ده استنى ادني. والسبب الهيل يعني العوامل. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ما تنسوش تفعلوا الجرس، ما تنسوش تعملوا لايك. الشير بتاعكم بيفرق معنا كتير. باي باي.